الدكاترة أثبتت خلاص وانتهت الدراسات وموثقة إنها هي اللي هي الصحة والسمنة وصعوبات التعلم. يعني لو بدنا ندرج يعني خلاص ارتبطت ارتباطها مع أمراض السمنة بساعات الجلوس أمام الشاشات من أعوام سابقة يعني. فهلا السمنة بتعرف أمراض قلب وأمراض لا شك يعني أمراض عدة ما عم نحكي عن السمنة. والأطفال اللي بتعرضوا لساعات طويلة أمام الشاشات هم أكثر 30% الأمراض السمنة من الأطفال اللي ما عم بتعرضوا، فيعني برضه النسبة عالية. لما نحكي عن برضه كمان صعوبات التعلم زي ما تفضلت العالم الافتراضي والعزلة وعدم اختلاط واكتساب المهارات ومهارات الحياتية والتجارب الحياتية بتؤدي إنه وصول المخزون اللغوي للطفل يقل، فإذا صار في عنا صعوبات تعلم. هدول الثلاث مخاطر حكينا عنهم، النوم كمان بالنسبة للصحة، تعرف 75% من اللي بيستخدموا الأجهزة الأطفال أو المراقبين أوقات بيكونوا أول إشي بداخل غرفهم المعزلين وأيضا أوقات متأخرة في الليل.